أهلا بكم في مرايا. ليست زيارة عادية وليست أيام عابرة منسية، تلك التي قضاها رأس الكنيسة المسيحية الأولى في العالم، بل دولة المسيحية الكاثوليكية البابا فرانسيس. كل شيء فيها مهم هذه الزيارة: المعاني والمباني، الشكل والمضمون، الرسالة والمرسل والمرسل إليه وحامل الرسالة ومكانها وزمانها، كل شيء. نحن نتحدث عن رجل هو الزعيم الروحي لمئات الملايين من البشر، لأنه تأتي الكنيسة الكاثوليكية التي يتزعمها بابا الفاتيكان حسب دراسة أعدها مركز بيو حول الدين والحياة العامة، هذه كانت في عام 2011، في القائمة في مقدمة، يعني حوالي تتكلم عن مليار وأكثر، من قريب من مليار ونصف، تتصدر البرازيل قائمة سكان الدول العالم الكاثوليك، حوالي 134 مليون، تحوي البرازيل وحدها على عدد من الكاثوليك بشكل أكبر مما في إيطاليا مقر الفاتيكان وفرنسا وإسبانيا مجتمعة. الولايات المتحدة الأمريكية نفسها اللي طبعا الديانة الرئيسية فيها المسيحية البروتستانتية، لديها رابع أكبر عدد من السكان الكاثوليك، نسبة الكاثوليك حوالي 24%. هناك 67 بلد في العالم الكاثوليك يشكلون فيها غالبية السكان، تقريبا دول أمريكا اللاتينية والوسطى وغالبية دول أوروبا الجنوبية ودول آسيوية كامل مثل الفلبين، هي بأغلبية ساحقة تنتمي لهذا الدين أو هذه الكنيسة الكاثوليكية. دولة الإمارات بسبب تنوع السكان المقيمين على أرضها تحتوي على كتل مسيحية كبيرة طبعا، أكثرها من الكاثوليك وغير ذلك طبعا من النحل والديانات. فالإمارات وهي في عام التسامح تقود جهدا خيرا وحثيثا لتكريس قيم التعايش والسماحة والتسامح بين البشر، ومحاربة فكرة التطرف والإقصاء والفتن والكراهية. عشان ذلك أو من أجل ذلك احنا نشوف الهجمة الوضيعة، أنا أسميها بصراحة، من إعلام الإخوان وتوابعه على هذه الزيارة وعلى هذه الأيام البيضاء الرائعة، أيام زيارة رأس الكاثوليك في العالم على أرض الإمارات. السيدات والسادة، إن وثيقة الأخوة التي نحتفل بإطلاقها اليوم من هذه الأرض الطيبة ولدت على مائدة كريمة كنت فيها ضيفا على أخي وصديقي العزيز فرانسيس بمنزله العامر. Il nostro essere insieme oggi sia un messaggio di fiducia, un incoraggiamento a tutti gli uomini di buona volontà perché non si arrendano ai diluvi della violenza e alla desertificazione dell'altruismo. فوق منصبه الكبير والرفيع والحساس، هذا البابا بالذات لديه شخصية مميزة ومبادرات جريئة. هذه كما وصفه الزعيم اللبناني السياسي المسيحي سمير جعجع تعليقا على زيارته الأخيرة لدولة الإمارات وإقامته بها هذا القداس الكبير. أبو الفقراء والمتباعد ربما عن الأقوياء، البابا اللاتيني الأول فرانسيس الأول، وصوله إلى الكرسي البابوي عام 2013 هز الكنيسة الكاثوليكية، فلأول مرة ينتخب بابا بعد استقالة بابا. فالبابوات يموتون على السدة التي يحرسون منها أقدم مؤسسة يتبعها أكثر من مليار ومئتي مليون شخص. اسمه الأصلي خورخي ماريو بيرغوليو، ولد في الأرجنتين قبل 82 سنة من عائلة ذات أصول إيطالية، انضم إلى الجمعية اليسوعية التي تعرف بجيش الكنيسة الأسود. وعندما أصبح أسقف بوينس آيرس لم يكن أبدا الزعيم الروحي التقدمي الذي يعرفه العالم اليوم، بل تقليدي. جمال الزيارة وعمق دلالة الزيارة مش كان من جهة البابا، كان أيضا بتشاطر شيخ الاعتدال والعقل والحكمة شيخ الأزهر المصري النبيل الشيخ الدكتور أحمد الطيب، وتشاطر مع البابا بهاء وروعة هذه الأيام، وليس هذا بغريب على الشيخ أحمد الطيب. شيخ لواحدة من أقدم المؤسسات العلمية ورمز ومرجع في الإسلام، أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،
شاءت الظروف يقود مؤسسة الأزهر في واحدة من أصعب المراحل لبلده مصر والعالم الإسلامي، لا يتقاضى راتبه وهو في رتبة رئيس وزراء، يحسب له المصريون مواقفه التي قضت على فتن في مصر، جنبت صعيد مصر حوادث ثأر وساند الضعفاء. وفي مرحلة الاضطرابات وقف أحمد الطيب في وجه الإخوان وأعاد للأزهر علاقاته مع العالم الخارجي، فهو مثال لرجل الدين الذي يفهم العالم ويفهمه العالم. يفهم العالم ويفهمه العالم. على كل حال أعرف أنه اللي جرى ليس أول فعل لتعزيز السلم وتكريس القيم المشتركة بين الكتلة الإسلامية والكتلة المسيحية من أجل حفظ السلام في هذا العالم ومد جسور المحبة بين الناس. هذا مش أول مرة احنا عارفين، لكنه بصراحة هو فعل متميز كثيرا كثيرا عن غيره. وخلونا نشوف لمحة على كل حال عن العلاقات بين المسيحية والإسلام. كل تفاهم، كل تقارب، كل ود، كل محبة، كل وأد للفتنة هو لصالح الناس، حتى لو بين جارين في حارة يا رجل، فما بالك بتقارب أكبر كتلتين بشريتين في العالم، الديانة الإسلامية والديانة المسيحية. فبوركت دولة الإمارات وطاب المسعى يا شيخ الأزهر، وتحية تقدير خاصة للزعيم المسيحي الكبير والشجاع البابا فرانسيس. قال الشاعر اللبناني العربي المسيحي سليم الخوري المعروف بالشاعر القروي حين حضر مناسبة المولد النبوي، قال هذا الكلام المنير: يا قوم هذا مسيحي يذكركم، لا ينهض الشرق أو لا ينهض الشرق إلا حبنا الأخوي، فإن ذكرتم رسول الله تكرمة فبلغوه. سلام الشاعر القروي، إلى اللقاء.